people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وخلقك أجمعين أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة، والله على ما نقول وكيل. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. رأيت قبل أن أدخل المسجد برنامج للمذاكرة والدروس التي تجرى في هذا المسجد المبارك، ويعني كنت مسرورا لرؤية هذه الدروس حول صحيح البخاري وتفسير كتاب الله تعالى. هذا يحيي قلوبنا على مائدة العلم، العلم الناجي في الدنيا والآخرة، المنجي من الفتن والآفات وحظوظ النفس. ولكن اليوم نحن كأن معاشر المسلمين محفوفون بالفتن، فهو كحديث بعض العلماء أيام العيد، يعني صعب أن واحد يحتفل بشيء أو يفرح، لأنه إذا نظر يمينا أو شمالا يرى ما يكتئب به القلب وتحزن له النفس، أنه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حروب وتحت ضغط شديد من الأعداء. والملحوظ أنه الأعداء ليس فقط من الخارج، ليس كيوم أمس يعني في تاريخ الحضارة الإسلامية أنه معروف هذا العدو من الخارج هو العدو الكافر المعادي للإسلام،
المتحامل عليه بحملات صليبية مثلا أو غيرها. لا، اليوم الوضع مختلف، بل العدو اليوم من الداخل بشتى وسائل الحرب، نعم، يعني القتل والهدم والنهب وهتك الأعراض والحرمات، وحتى نبش قبور الأموات وحرق المكتبات. فكيف لا يضطرب القلب؟ فلا بد أن يأخذ المراقب لهذا الأمر موقفا يؤسس ويعيد ويقوي أساس إيمانه بالنسبة لهذا الذي يراه من الفتن وما الذي يسمعه من الأخبار المقلقة. وربما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة مغفور لها متاب عليها، عذابهم في الدنيا بأيديهم بينهم. أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وغيرهما عن أنس وعن أبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأمتي هذه أمة مرحومة، هذه الصفة لأمة سيدنا محمد وبشرى لنا المرحومية، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ لهذه الأمة رحمة واسعة. كيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه بشرى عظيمة للمسلمين، لأهل القبلة، لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم مغفورون بهذه الكلمة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ولو زنى ولو قتل؟ قال: نعم، ولو قتل ولو زنى. قال: يا رسول الله، ولو قتل ولو زنى؟ قال: نعم، ولو قتل ولو زنى. قال ثالثا: يا رسول الله، ولو قتل ولو زنى؟ قال: نعم، رغم أنف أبي ذر ولو قتل ولو زنى. لأن ندخل الجنة ليس بأعمالنا ولكن برحمة الله، كما جاء في حديث آخر وكلاهما في الصحيح. فنعم، أمة مرحومة مغفور لها متاب عليها، ولكن من شرط أو من لوازم هذه المرحومية المحن في دار الدنيا، دار البلاء والابتلاء، دار الامتحان، دار الفتن. وليس فقط الفتن والابتلاء، ولكن بأيدينا بعضنا على بعض، سبحان الله. هذه نقطة مهمة جدا لنا، خاصة في هذا الزمان، آخر الزمان، زمان قلب القيم رأسا على قفا، زمان حيث يصبح الحق باطلا والباطل حقا، وزمان
يؤتمن فيه الخائن ويخون الأمين، يعني زمان الدجال، لأنه معنى الدجال هو الكذاب، وشأن الكذب أن تقلب القيم رأسا على قفا، يصبح سبحان الله يعني معنى الخير ضائع ومعنى الشر يصبح محمودا على ألسنة الناس أو في فهومهم السقيمة. فأين المفر من ذلك وكيف النجاة؟ جاءت أحاديث كثيرة في النجاة آخر الزمان، ومنها أنه يبتعد من هذه الفئات المتقاتلة بعضها بعضا بالكلية، ويلتزم سجادة صلاته في بيته حتى، هذه إشارة أنه تارك الجماعة ربما يصل الأمر إلى هذا. حتى الإمام مالك سبحان الله في عصره رضي الله عنه لما ضرب وعذب وخوفا على حياته كان له عذر أن يترك الجماعة ويعتزل في بيته، أو غيره من كبار فقهاء وعلماء الحديث كالإمام أحمد بالترك التحديث خوفا من الأذى من قبل السلطات مثلا. وقد جاء في الحديث من صمت نجا، من صمت ما قال شيء نجا. فتأتي كما جاء في الحديث الشريف فتن، نعم، كقطع الليل المظلم، وفتن الواقف فيها خير من الماشي، والجالس فيها خير من الواقف. المعنى أنه الابتعاد من أي نشاط ظاهر أو مجتمعي، لأنه الريب في كل شيء، ما نعلم أيش وراء هذا وأيش وراء الوراء أيضا. فعلينا بالثوابت المعروفة والفرائض علينا، وترك ما فيه ريب، والأخذ بما لا ريب فيه. وخاصة إذا هؤلاء الأعداء الداخليون تلبسوا بالغيرة على الدين وبالدفاع عن الإسلام وبرفع راية الخلافة الإسلامية مثلا، ولكن تركوا القيم الإسلامية بالتراحم وترك الاعتداء ولزوم الجماعة واحترام الحرمات، تركوا كل هذا وركنوا إلى التقتيل والتشريد والتكفير. فالحذر الحذر، لابد من تحذير أنفسنا وتحذير الغير، لابد من هذا. أن نقول خاصة للناشئين والصغار والشباب أنه انتبهوا، انتبهوا عمن تأخذ دينكم، وعمن تسمع قال الله قال رسول الله على أي مفهوم، على أي مذهب. وهم تركوا المذاهب وكفروا جميع أصحاب المذاهب وأتباعهم،
من المذاهب العقائدية أيضا ليس فقط الفقهية، قالوا لا نحن نتبع القرآن والسنة. هيهات هيهات، أنتم أفقه بمعلوم ومفهوم القرآن والسنة من أصحاب المذاهب والفقهاء من أتباعهم الذين غربلوا ونقحوا ونقوا واختاروا وناقشوا وحللوا ودونوا ودرسوا ودرسوا عبر العصور إلى عصرنا هذا. وأما التكفير فهو من خصال الخوارج، تعرفون الخوارج، حذر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، فلننتبه لهذا ونجتنب هذه الآفات والفخاخ الدجالية الشيطانية لفرق الأمة بعض على بعض، ونعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق كما أمر الله سبحانه وتعالى. ونعتصم أيضا بجماعة علماء الأمة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسواد الأعظم، عليكم بالسواد الأعظم، يعني الجماعة العظمى التي هي كادت أن تكون إجماعا، يعني الجمهور الأعظم من العلماء والأتقياء وأصحاب الآراء المعتبرة المحترمة والخلاف المحترم أيضا. ونترك الشذوذ والشذوذات وكل ما فيه ريب وشك في أمر الدين، حتى لا نقع في يعني في من وصف في أحاديث الفتن أنهم من أصحاب جلدتنا ويتكلمون بلساننا، يعني لساننا العربي، ويتكلمون بخير كلام، يعني بكتاب الله وسنة رسوله، يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على مقصود مختلف وعلى منهج مختلف تماما، حتى يبرروا التكفير ويبرروا الإفساد في الأرض، ثم يقولون إنما نحن مصلحون، لا هم المفسدون، ولكن كالخوارج الأول لا يعلمون. والخوارج الأول كانوا إذا استطاعوا قتلوا الصحابة كما قتلوا سيدنا علي بن أبي طالب، وهؤلاء لو كان في قدرهم أن يقتلوا الصحابة ويعودوا، يعني يقتلوا الصحابة لفعلوا. هل ألا ينبشون قبور الأولياء وحتى قبور الأنبياء؟ سبحان الله. فالحذر الحذر، خاصة للشباب والناشئين والصغار، وخاصة في هذا البلد المبارك إندونيسيا الذي هو أنموذج لبلاد المسلمين في العالم، أنموذج لدخول الإسلام إلى القلوب بالسلم والسلام والأمان والأمانة وبالطمأنينة والسكينة عن قناعة، ليس بالسيف ولا بالعنف ولا الحروب. هذا يعني دليل واضح على أن الإسلام دين الرحمة، رحمة للعالمين، وهذه صفاتنا كمسلمين يجب أن نتمسك بها، وهذه هي هويتنا، وخاصة أهل هذا البلد. حتى إذا جاءهم خبر أنه تعالوا إلى الجهاد وتعالوا إلى الشهادة، ننظر شروط الجهاد وشروط الشهادة حتى لا نقع في ما ليس هو بجهاد، ولكن هو جهاد الفساد، وليس هو بشهادة بل هو حظ النفس والمحاربة
لا المجاهدة ولكن المحاربة. فإن شاء الله نقف حتى يترجم المترجم المشكور، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit menyampaikan dalam nasihatnya kepada kita semua. Pertama, masyarakat, hamdalah, salawat dan salam. Kemudian membacakan ayat Subhanakallah, Subhanakallah, Ilmalah, Ilmalah, Tanah, Menekam, Tanah, Hati. Dan mendoakan kita semuanya, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kemanfaatan terhadap ilmu yang telah kita pelajari bersama-sama. Semoga kita semua tergolong dengan hamba Allah yang sangat besar, ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai kita. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api neraka. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ampunan zahir dan batin. Saya sebelum melanjutkan, beliau sebelum masuk ke masjid pertama menyaksikan di masjid ini, masjid yang penuh berkah. Di situ menyaksikan ada acara mudarosah, ada acara mudzakaroh, ada kajian-kajian yang terkait dengan ilmu-ilmu Islam. Di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan semua yang ada di jamaah masjid ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dibacakan tafsir, di situ dibacakan hadis, di situ dibacakan ada yang menghafalkan Al-Qur'an. Ini semua merupakan satu sarana untuk menghidupkan hati. Semoga hati ini akan senantiasa hidup dengan ilmu-ilmu yang dipelajari, yang dikaji di masjid ini. Selanjutnya, beliau mendoakan semoga jamaah yang senantiasa mengikuti kajian dan pembelajaran di sini, Allah selamatkan dari adab, dari fitnah yang pada saat ini. Jamaah rahimakumullah, saat ini adalah saat diliputi fitnah di akhir zaman. Banyak sekali fitnah-fitnah yang menimpa di kehidupan kita, khususnya umat Islam, bahkan umat seluruh dunia. Kanan, kiri, depan, belakang tidak bisa lepas daripada fitnah. Semuanya dipojokkan atas nama agama, atas nama Islam. Sehingga ini membuat, menjadikan gelisah umat Muhammad, umat Islam. Sehingga satu dan yang lainnya terkecohkan, sehingga disimpangkan ke kanan, ke kiri. Padahal belum jelas, itu semuanya bukan jadi musuh kita. Namun kita diadu domba sehingga seolah kita punya musuh antara sama-sama. Sehingga budaya-budaya, tradisi-tradisi Islamiah yang harusnya senantiasa terpelihara, semuanya jadi sirna dengan fitnah-fitnah tersebut. Perlu diingatkan buat kita semuanya, saat ini adalah saat muntahanah, saat penuh dengan ujian, saat penuh dengan bala. Oleh karena itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Bagaimanapun yang terjadi, ini semuanya akan menjadikan kepada kita semuanya sebab kegoncangan hati kita, hati umat Islam khususnya. Oleh karena itu, kita bersama-sama berwaspada akan mensikapi fitnah yang mengalir di zaman akhir ini. Hadihi umatun maghfurun laha. Umat Muhammad itu umat yang maghfur, umat yang mendapatkan ampunan, yang senantiasa mendapatkan pemeliharaan baik di desa dunia maupun sehingga akhirat. Namun demikian, dengan fitnah yang ada, banyak sekali yang harus kita perhatikan dan kita waspadai, bahwa makna umatun maghfurlah adalah umat yang penuh kasih sayang, umatun marhamah. Umat yang penuh kasih sayang ini merupakan sifat daripada umat Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa bisa menebarkan kasih sayang sebagai penjelmaan rahmat dari Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke surga. Itu tanda
bahwasanya seluruh umat Muhammad yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita jaga untuk mengantisipasi, jangan sampai kita tergerus oleh fitnah yang mengalir di kehidupan zaman saat ini. Selanjutnya saya juga mendoakan kepada kita bahwa semoga Allah senantiasa menghilangkan kesusahan-kesusahan yang meliputi pada umat Islam kepada kita semuanya. Sebagaimana ada satu penjelasan Abu Dharr dalam sebuah hadis mendoakan untuk kita semuanya, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat. Hadis yang tadi, penjelasan terkait dengan ummatul maghfirah, ini menunjukkan bahwasannya fitnah itu senantiasa ada di hadapan kita, bala ada di hadapan kita, semuanya akan kita hadapi di dunia ini, terlebih saat ini yang merupakan zaman akhir. Ini semuanya kita harus berhati-hati, al-hadar, karena kita semuanya tidak akan bisa lari daripada ancaman fitnah-fitnah tersebut. Apa yang terjadi? Fitnah yang paling besar pada saat ini, yakni fitnah di zaman ini adalah Dajjal. Dajjal di sini tadi saya sudah menggambarkan, memberikan satu penggambaran bahwa bagaimana kita bisa terselamatkan dari Dajjal, fitnah-fitnah Dajjal. Saat ini mungkin kita tidak bisa menyaksikan sosok Dajjal secara fisik, namun kualitas dan perilaku-perilaku Dajjal sudah ada di tengah-tengah kita. Makna khair, makna kebaikan sehingga tersimpangkan. Bahkan sebaiknya, makna-makna yang batil itu ditampilkan dalam kehidupan kita. Ini adalah sosok daripada penjelmaan Dajjal. Bagaimana kita bisa selamat? Banyak hadis-hadis Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya. Bagaimana jamaah kita bisa selamat, kumpulan kita bisa selamat dari fitnah tersebut. Ada satu penjelasan, man somita najat, siapa yang diam, dia akan selamat. Artinya, untuk membebaskan diri kita dari fitnah, kita jangan banyak bicara, kita lebih jaga lisan kita untuk diam. Fa'alina as-sawabi, kita harus senantiasa memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Kita tinggalkan keraguan, kita ambil hal-hal yang tidak meragukan. Terlebih bagi kita semuanya, barangkali di antara kita banyak sekali fitnah yang berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan, mengalih pahamkan tentang agama. Misalnya terkait dengan khilafah al-Islamiyah, pada hakikatnya dia bertentangan dengan Islamiyah tersebut. Tapi mengapa mereka terus gencar untuk melakukan hal seperti itu? Ini yang harus kita waspadai. Apa yang mereka kejar? Padahal itu semua perlu kita waspadai, bagian daripada sifat-sifat Dajjal yang menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Mari kita jaga terlebih khususnya buat para pemuda-pemuda, anak-anak kita, remaja-remaja kita, supaya mereka terpelihara dengan pengetahuan, sehendak-hendaknya mereka ajari, supaya mengambil agama dari para ashabul madahib, para pemilik-pemilik madhab, para ulama-ulama. Tentunya mereka tidak hanya mengambil agama sembarangan, sehingga mereka mampu memahami Al-Quran, sehingga tidak sampai mereka mengucapkan Al-Quran atau mengatakan Al-Quran tetapi mereka sebenarnya tidak paham dan mereka sudah jauh daripada Al-Quran. Ini yang harus kita waspadai. Sekarang banyak sekali hal-hal itu dihadapi di tengah-tengah kita. Kemudian saya jadi menggambarkan, ada lagi gambaran-gambaran atau fenomena-fenomena takfiri, mengkafirkan sesama, padahal semuanya adalah sama-sama umat Rasulullah. Tapi sesuai dengan hadis tadi, man qala la ilaha illallah jannah, seharusnya dari situlah kita tidak ada lagi takfir. Tapi ini di sini merupakan satu karakter min hisanil khawarij. Takfir itu merupakan salah satu perilaku, salah satu karakteristik kelompok khawarij. Sebagaimana disatakan dalam sebuah hadis dan banyak hadis, mereka itu dianggap sebagai dajjal, bagian dari dajjal.
Makanya ini yang kita waspadai, jangan sampai kita terbawa arus yang demikian. Wa'tasim bihablillah. Wa na'tasim bihablillah, kita berpeganglah kepada tali Allah. Kita berpegang pada jamaah. Kita berpegang kepada ulama ummah. Kita dekati para ulama. Kita berpegang kepada pewaris-pewaris Nabi, itu para ulama. Alaikum bi thawabil a'zam, berpegang teguhlah dengan kelompok-kelompok ulama yang agung. Jumhurul ulama, para ulama itu harus kita pegang. Tinggalkan keraguan itu dengan cara mari kita dekati ulama, kita ambil agama dari para ulama. Berbicara dengan baik, lebih baik diam dari kata berkata buruk daripada berbicara buruk. Ini merupakan suatu cara, suatu solusi bagaimana supaya kita terbebas dari fitnah. Banyak di kalangan kita mungkin saat-saat ini yang mereka melakukan perusakan-perusakan, tahrif dan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasul, bahkan terhadap atharul ulama, atharul nabi, peninggalan-peninggalan nabi sekarang mulai dihapuskan dengan anggapan mereka tidak sesuai dengan ajaran-ajaran nabi, sehingga berusaha menghancurkan sampai makam-makam nabi, berusaha dihancurkan peninggalan-peninggalan nabi, semuanya dihancurkan, orang-orang soleh mulai dijauhi. Ini adalah kualitas-kualitas karakteristik dajjal, dan ini harus segera kita menyiapkan diri untuk waspada dan hati-hati mensikapi fitnah yang demikian ini. وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالخيرية إذ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ووصفهم أيضا بالوسطية إذ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسطية أيضا معناها الخيرية، ومعناها زيادة على الخيرية العدل، العدل والتوازن الذي هو بمعنى الميزان. قد وصى تعالى بالميزان في سورة الرحمن مثلا 4 مرات خلال آيتين أو 3، يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان والوزن والقسط، كل هذا بمعنى العدل المطلق والكمال في المعاملة مع الجميع، مع الله سبحانه وتعالى، مع كتابه، مع رسوله، مع ولاة المسلمين ومع عامتهم، كما ورد في حديث النصيحة. وقال إنما الدين النصيحة، أداة الحصر، يعني ليس إلا أن ننصح وننصح لأنفسنا أيضا. يعني النصيحة ممكن يعني قد ترجم أو فسر بمعنى الإخلاص، هو شفافية الشيء، يعني أن لا يكون حاجب بينك وبين حقيقة هذا العمل وهذا القول، أن لا يكون وراء هذا العمل والقول منك غرض، لا، ولوجه الله. هذا هو النصيحة، كمثلا transparency باللغة الإنجليزية، أو faithfulness، هذا كله داخل في معنى النصيحة. إنما الدين النصيحة، ننصح ونكون على قدم صدق. فصفة المسلم هي إذن الرحمة والمرحومية والصدق والنصيحة والخيرية والعدل والميزان والتوازن الذي هو بالوسطية. هذا هو المفهوم. لذا الآن نعود إلى أصولنا
ونعود ونعلم أنفسنا وغيرنا ما هو المسلم، ما هو الإسلام، ما هو حقيقة هذا الاسم العظيم الذي سماه بنا به الله سبحانه وتعالى. لأن الشيطان اللعين يريد أن ينظر البشر، ينظر البشر إلى الإسلام والمسلمين بعين البغض والحقد وبعين الخوف والكراهة. يريد الشيطان أن ينظر الناس وحتى أن ينظر المسلمون إلى الإسلام كأن إذا رأوا مثلا العنف والتطرف والغضب والبغض قالوا هذا هو الإسلام. كلا، فأين الرحمة؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم 114 مرة في القرآن الكريم؟ أين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يعني ما في رسالة وما في إرسال ولا رسول إلا بهذه الصفة التي هي من الأسماء والصفات الإلهية، جعلها الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم وسماه رؤوفا رحيم، رؤوف رحيم. قال هو رحمة للعالمين وهو نبي الرحمة، وقال هو صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما أنا رحمة مهدات، يعني ليس إلا، لأنه قال إنما أنا يعني بأداة الحصر. فأين هذا كله من هذه الصورة المشوشة للإسلام في هذا العصر التي تروجها جميع وسائل الإعلام حتى في جيوب القلب التي هي يعني بالتليفون الهاتف النقال الجوال نخرجه ونرى هذه الصورة. وإذا ذهبنا إلى مواقع الأخبار على الإنترنت كياهو وجوجل نيوز وكل هذه التي يعني تبث الأخبار بالآلاف والعشرات الآلاف كل يوم وتتكلم عن الإسلام بكل حرية بهذه الصورة المشوشة، ثم بعد الخبر ترى التعليقات من الناظرين ومن القارئين، ها ترى التعليقات ربما 100 أو 1000 تعليق وكلها سلبية، كلها ضد الإسلام، كلها مليئة بالكراهة والحقد والبغض وما يسمى بالإسلاموفوبيا، لأنه عمل مشترك بين الذين يفتعلون هذه الجرائم، الذين يفتعلون هذه الجرائم باسم الإسلام وباسم الله سبحانه وتعالى ورسوله وباسم الشريعة وباسم الخلافة، وكلها جرائم سوداء لا يشك في يعني في أنها جرائم أحد مما رزق قلب أو نظر أو سمع وهو شهيد. فيشترك هؤلاء المجرمون المحاربون الخوارجيون مع أصحاب الإعلام ومع الإسلاموفوبيا، كلها ضد الإسلام ليشوشوا صورة الإسلام حتى يجعلوها من جمال وكمال، يحول هذا إلى قبح ويعني شيء شيطاني. هذا هو مخطط الشيطان آخر الزمان. فهناك عمل نحن في أعناقنا مسؤولية هذا العمل، أن نقول لا، ليس هذا هو الإسلام، بل الإسلام أن نكون رحماء بيننا أشداء على الكفار، ليس على أنفسنا.
وأما هذا التكفير فالحذر الحذر. أنا سمعت أنه الآن شغال هذا هذه الفتنة، فتنة التكفير هنا في إندونيسيا. لا ينبغي أن يكون هذا الوضع. أصحاب التكفير هم أصحاب فتن شيطانية اليوم، لا ينبغي أن يبقوا بين أظهرنا. نقول لهم إما أن تسكت وتجلس ولا تتكلم، أو تخرج من بين أظهرنا ولا تعود. لأننا نريد الآن أن نتلاحم ونعتصم بحبل الله جميعا، لا نتفرق، ونعود إلى الأسس. أنه من هو المسلم؟ المسلم هو الراحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض، من في الأرض، قال ارحموا من في الأرض، وفي لفظ آخر ارحموا أهل الأرض، يرحمكم من في السماء، وفي لفظ آخر يرحمكم أهل السماء. أخرجه الترمذي وآخرون. اللهم احفظ قلوبنا وقلوب المسلمين، وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك. وهذا الدعاء عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعه، يعني كان يتمسك به ويلتزم به في الصلاة، يعني أواخر الصلاة بعد التشهد يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الفتن ما تقدم منها وما تأخر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. حتى أنه بعض السلف الصالح، بعض التابعين، كان مذهبه أنه الصلاة لا تصح إلا بهذا الدعاء، يعني فرض في الصلاة أن يقال هذا الدعاء آخر الصلاة. نعم، هذا ورد. وهذا يخصنا في هذا الزمن خاصة، يجب أن نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما تأخر، وما ظهر منها وما بطن، وما تقدم منها وما تأخر. نقرأ مثلا سورة الكهف يوم الجمعة، هذا من الاستعاذة بالله من الفتن ومن فتنة المسيح الدجال خاصة، الذي سماه الكذب، الكذب. وعلينا بالصدق وبأهل الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا دائما مع الصادقين، معتصمين بحبل الله جميعا، مع أهل السنة والجماعة، مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقه السلف الصالح والعلماء العاملين. نعم، العلماء الأتقياء. وإن شاء الله نكون سالمين ونخرج من هذه الدنيا سالمين من فتنها. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم menyebutkan atau memberikan karakteristik atau tanda-tanda atau kualitas daripada al-khairiyah. Kuntum khairu ummatin, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa makna khairiyah? Di sini saya belum jelaskan makna al-khairiyah al-adl, seimbangan, keadilan, at-tawazun, al-mizan, ummat al-wasata, ummat al-wasata, bangsa yang moderat, bangsa yang tidak kaku. Di dalam surat Ar-Rahman banyak sekali kata al-mizan disebutkan, bisa 3-4 kali. Ini menunjukkan bahwa secara mutlak bahwa makna khairiyah ini adalah berlaku dengan adil,
penuh dengan pertimbangan, kemudian tawasuk di antara sesama manusia. Tapi bukan hanya sesama manusia, ma'al jamin, secara bersama sungguhan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sahabat. Rasulullah memberikan nasihat, satu nasihat dalam satu hadis, inna di adinu nasihat, agama itu nasihat. Nasihat banyak diterjemahkan dengan makna ikhlas, dengan amal, ikhlas antara amal, wal hakikat dan hakikat amal. Ini adalah nasihat menggambarkan bahwasanya ikhlas itu seperti dicontohkan sebagai transparansi. Dengan kedua makna ini, an-nasihah al-khairiyah wa wasatiyah, tentunya kita akan mengenal mahwa Islam, apa itu Islam, apa itu Muslim, apa itu hakikat. Itu yang harus kita dalami, dan itu yang harus kita cari makna-makna tersebut dalam kehidupan ini, bukan hanya makna formalitasnya saja. Al-Islam, Muslim, dan Hakikat ini adalah merupakan nama yang agung bagi Allah. Allah memiliki nama As-Salam. Oleh karena itu, Syekh Jibril mengajak kepada kita sudah selayaknya kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim yang merasakan hakikat Muslim, tentunya akan mampu menebarkan makna Islam dalam kehidupan, yaitu kasih sayang. Jangan sampai kita terbawa oleh fitnah-fitnah yang sekarang sedang kita hadapi bersama-sama. Karena senantiasa setan berusaha untuk merusak, menghancurkan umat Islam, dan senantiasa menantikan kehancuran umat Islam. Oleh karena itu, saya sibuk melanjutkan, kita harus senantiasa menebarkan kasih sayang. Kita tinggalkan sifat-sifat atau kualitas-kualitas ghadab, emosi, marah dalam diri kita. Karena semuanya itu akan menghilangkan kasih sayang, menghilangkan kualitas rahmat. Ketika kita terkuasai, terdominasi oleh sifat-sifat setan, ghadab dan berlebihan sebagainya, hingga hilang rahmat, kemana itu rahmat ada dalam diri kita? Kita setiap hari menyaksikan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, berapa banyak Bismillah dijadikan permulaan di dalam surat. Banyak lagi dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus sebagai rahmat. Allah mengatakan, wahai berbuat, tidaklah kami mengutus engkau semata-mata untuk rahmat lil alam. Yakni, ma risalata rasulillah ila sifati ilahiyah. Tidak ada kualitas Rasul semata-mata. Kualitas Rasulullah itu rahmat adalah merupakan sifat-sifat atau kualitas-kualitas ilahi. Ada lagi kualitas Raufur Rahim, itu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahkan dalam diri Rasulullah SAW. Dan Rasul pernah bersabda, innama ana rahmah. Innama ana rahmatun. Aku ini adalah rahmat. Oleh karena itu kita harus sadar di saat menghadapi ini, manakah rahmat tersebut yang harus kita jelmakan dalam kehidupan kita di dalam Islam. Sehingga ketika hilang rahmatnya, hilang naudzubillah min dzalik, manusia dapat dikuasai hatinya oleh iblis. Ini banyak sekali terjadi karena apa yang dipelajari tadi jauh daripada makna-makna Islam yang sesungguhnya. Bisa jadi mungkin terpengaruhi oleh tradisi-tradisi yang sekarang, gaya belajar sekarang lewat internet ataupun media-media yang diyakini itu adalah kebenaran yang mutlak, padahal di situ banyak sekali setan-setan, banyak sekali iblis yang akan membuat kita was-was, membuat kita ragu. Sehingga dengan beraninya manusia-manusia demikian menjauhi ulama, menjauhi Rasulullah, jauh dari Allah, namun dia mengaku dirinya sudah dekat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semua yang ada, yang kita lihat di dalam dunia maya, di internet, dan yang lainnya, sebenarnya itu semuanya rekayasa setan, iblis untuk merusak Islam. Amatlah sayang jika kita sebagai umat Islam
tidak akan menyadari hal ini. Oleh karena itu, penekanan kita semuanya sudah seharusnya kita hindari, kita pelihara, kita jaga, dan sampai terbawa dalam kegelapan noda-noda yang diterbarkan melewat dunia-dunia internet tersebut. Bahkan sebenarnya Islam itu sendiri adalah asyidda'u ala kufar, tidak sukanya kepada kekufuran, kepada orang-orang kafir. Laisa alaina, bukan kepada kita-kita, bukan kepada sesama muslim. Orang-orang yang sudah muslim semuanya sudah tentu terselamatkan dari kekufuran. Itu yang harus kita pelihara, kita jaga. Karena ketika tidak mampu menjaga hal seperti ini, kita akan terbawa, terjerumus oleh fitnah-fitnah yang kita hadapi saat ini. Wabil khusus umat Islam yang ada di Indonesia, fitnah-fitnah takfiri sudah mulai menjalar di Indonesia. Ini harus kita waspadai dan berhati-hati. ومن الله التوفيق بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة.